خمس ست سنوات القادمة ممكن يكون التجهيز في قضاء الحويجة وقصباتها يقارب 90%، أعتقد هكذا. طبعا السبب من لجوءنا لاستخدام هذا النظام هو قلة تزويد الكهرباء الوطنية للمنازل، وإحنا طبعا أكيد في فصل الصيف. الفكرة أجتني قبل 3 سنوات في صيف 2020/21 استخدمت هذا النظام، والحمد لله والشكر من هذاك التاريخ أني ما عندي أي معاناة في استخدام الكهرباء، لأن الطاقة الشمسية هو نظام يوفر لك الكهرباء في أي وقت، في وقت الصباح. طبعا بالشتاء المدارس الطلاب يحتاجون من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 8 الصبح أن يذهبون للمدارس وعندهم كهرباء. أحيانا يكون منزلي بالمنطقة من المنازل الوحيدة اللي بيها كهرباء بهذا الوقت، فاستفاديت من هذا الموضوع صراحة. الطاقة الشمسية أنا بديتها بطاقة بسيطة جدا، طورتها اليوم الحمد لله حتى قدرت أني الآن أني أقدر أسحب منها، قبل شوية كان 10 أمبير، هسه أنا جاي أسحب منها 8 أمبير تشغيل البيت طاقة كاملة، يعني مبردات بالكامل، مجمدات، من يجي المي أشغل موتور الكهرباء، وهي الآن في هذا الوقت أنا ساحب من 8 أمبير مثل ما تلاحظون جاي تنطي البيت وجاي تشحن البطاريات. هذه هي الخلية وهاي البطارية وهذا المنزل اللود، فحاليا الخلايا الشمسية جاي تنطيني للبيت كهرباء، وبنفس الوقت جاي تنزل هاي البطاريات كهرباء حتى تشحن.